إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل، وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في كل يوم طبخة. اليوم راهي معانا ضيفة اللي راكم تعودتوا عليها، سوريا اللي جاتنا من مدينة مستغانم. مرحبا بك سوريا. صباح الخير. واش راكي؟ واش راكي؟ لاباس؟ غايه الحمد لله. راكي هذه تاع مستغانم هذه؟ اكيد راكي بخير، راكي غايه الحمد لله. مرحبا بالمشاهدين الكرام، ربي يخليك. كيما عودناهم دائما كيفيه جديده في كل يوم طبخه. بيان سور، لازم نفننوا في الطبخ. اكيد. يلا واش حديري لنا اليوم؟ اليوم جبت لهم اون غوسيت سبيسيال دجاج محمر بالسفيريه تاع البسباس. هذه السفيريه تاع البسباس اون غوسيت جديده وشابه، مالا اختاريتها باش نقدمها للمشاهد الكريم. سفيريه تاع البسباس. خيب يا سفيريه تاع البسباس. نحتاجوا للدجاج تاعنا كيما راكم تشوفوا، نحتاجوا للفلفل والسبيسيال تاع الدجاج باش نديروا لا مارينات تاع الدجاج تاعنا، وشويه قزبر، شويه تاع الثوم. والسفيريه نحتاجوا ان بلون دو بولي، دجاج مفروم وكيما كيما باش نربحوا الوقت. درنا البطاطا غابي هذه راني بخرتها، راني بخرتها، والبسباس تاعنا ثاني رابيتو وبخرته، فورتيه. وهذه شابلو، هذه لا شابلو باسكو هذو نصبلوهم كاع السفيريه تاعنا. حنايا نبداو بالدجاجه تاعنا ونورو لهم كي نديروا لا مارينات تاع الدجاج تاعنا. يلا قبل كل شيء نجيبو مغرفه هنا الفيق، نديرو السبيسيال تاعنا تاع الدجاج. هادي زعما توابل سبيسيال باش نديرو لا مارينات تاعنا. تري بيان. هادي راهي مخلطه من كل شيء هنايا. نديرو شويه سكنجبير، نعرفو بلي الدجاج يبغي سكنجبير. الدجاج يبغي سكنجبير، تسوى في الطاجين ولا في الفوق ولا يجي يعطيلو البنه. الفلفل ما نكتروش الفلفل بزاف. هكا الدجاج، شوفوا الدجاج محمر انا نفضل فيه شويه تاع القزبر، يعطي واحد القوياري. وي انا تاني يعني نحب المعدنوس، المعدنوس مي نفضل هذيك اللمسه تاع القزبر، يعطيه بلوس دو كو. يعطيك الصحه. ونديروا شويه تاع الزعتر تاعنا. الزعتر هكا نحكوها تري بيان، الريحه تاعها راهي تفحفح. واه من تكون جديده. ايوا ماذا بينا نخلوها هكا تاني. شابه. واه الريحه تاعها ما شاء الله. نبغي الزعتر انا، الزعتر نبغيها. الزعتر دروك شتا نديرو حنايا، نجبدو شويه تاع الطوماطيش. اوكي. وانا نروح نجيب الزيت وشويه تاع السمن. يلا راه عندك السمن، شوفي هاي ليك، هاي محطوطه لتما. زيت الوغ الزيت راه في هادي كاني دايرته لتما. فوالا نحتاجو للسمن تاعنا. تري بيان. شحال ندير لك طوماطيش؟ اون كويير طوماطيش ديري اون دومي كويير. اون دومي كويير ما نكثروش. والزيت على بالك، على راني نكثر هنا باش يتحمر غايه الدجاج تاعنا. مام يعطيه ديك القرمشه هذيك. القرمشه ايوا اكيد. القرمشه ونروحوا للسمن تاعنا. جيبي تشفين حطها من هنا. شتي كي طريه؟ واه على ما. مام ريحتها ظريفه. ماشي قاطع، ريحتها تفكرك غير بالمقروط. مقروط وثاني طعام تاع بكري كنا ندهنوا بالسمن. بالسمن. دايوغ قال لي طيبوا بك قلت لهم يجي شباب في المقروط. يجي شباب. دوك ندير ليكون تاعي باش يلا ديري ليكون تاعك، انا نحي لك هادو. صاي خلاص هادو مسحاهم، ما تحتاجيهمش. لا خلاص. انا نقول للمشاهد الكريم ان كل طبخه وليها المقادير الخاصه تاعها
تاع العطريه كيما نقولوا حنا لي زيبيس تاعنا. لو كانت تكثري النكهه كاع تاع اللحم ولا تاع الدجاج ولا تروح بنتو غير في لي زيبيس تولي تستفني مام يمرار. يعطيك الصحه. لي زيبيس كيطيبوا بزاف مع السخانه يمراروا. فوالا دونك علاش يفو واحد يعرف كيفاش يدوزيهم ماشي يدير مغارف كبار كبار. يعب انا نقول لهم عبروا بالمغرف تاع القهوه الصغير هذه هي غير بشويه كيما ولا على راس المغرفه. ولا على راس المغرفه مغرفه دروك ديري شويه لا كريم فريش هنا داكور ديري لي اون كونتيتي هاك هذه لمسه عصريه لا كريم فريش وي بويسك كاين دروك لي برودوي اللي راهم عندنا متواجدين الحمد لله. الحمد لله هيا نديرو نشجعوا منتوج البلاد. فوالا سي بون دروك حنا اش نديرو تغطسي الدجاجه تشرب هذاك الدجاجه تاعنا هنايا هي السيده الا كان عندها الوقت ماذا بها لا ماريناد هذه ديرها الصبح وتحمر الدجاجه تاعها حشيه اكزاكتومون نشعل لك النار انا باش تقلي لي زانغريديون تاعك ما نقليش تسمى هذا يروح ديريكت للكوشا دروك داكو نو يعني على لي زوتر انغريديون بور السفيريه والدجاج المفروم ايتو نقلو السفيريه نديرو الزيت خليه يحمى على غرضو زيت وسمن فوالا ديري زيت وسمن يلا كيما راكي تشوفي تسمى كاع كاع درناها ماريني شوفي الله يبارك من لا كريم فريش تشربيها بيان فوالا تتشرب على ما فوالا ريم الله يخليك عطيني البلا تاع اللي نديروه في الكوشة فوالا مام الكبده تاعها دائما انايا ما نقيسهاش الكبده تاع الدجاجه كي تكون جديده نديرها الداخل نخليها طيب طيب وي طيب معاها جبني نشرب كامل هذوك شوفي ديجا الريحه تاع يتمد ديجا الريحه اليوم ماذا بيك زيديني شويه سمن منا ومنا باش تتقلى فيه الدجاجه فوالا سي بون شحال تخليه في الفوغ سوريا دروك لو فوغ تاعنا ماذا بينا دوك نغطوها بالبابي الومنيوم او عندك بابي كويسون بابي الومنيوم عندك الومنيوم عندك كلش فوالا فوالا نغطوها نديري ثاني كبيبه تاع الزيت ريم هنا ثاني ندير لك الزيت وديري شويه تاع الزيت ايه باسكو الدجاج ميم هو يبغي الدوسوم فوالا لابو تاعو تبغي هاك فوالا تري بيان دونك حنايا سوريا تحبي كش ما نرمي لك يتقلى بيد ما انت راكي تغطي في الكوري ما يتقلى حتى حاجه هذا كل شيء راه طايب كل شيء طايب البسباس طايب كل شيء طايب ودوك هنا واش هديري دروك علينا حنايا نديرو الزيت باش نقلو داكو باش نقلو السفيريه تاعنا انا قلت لك الزيت مالا قلت لك السفيريه لمسه عصريه تاع البسباس كاين البسباس السيدات اللي وليداتهم ما يبغوش كاع البسباس سي فغي ايوا حنا نتحايلوا عليهم باش او موا اون بريزونت ان بون بلا وي اون بليس ينجموا ياكلوه الدراري بلا ما يعباو ياكلوا بلا ما يعباو يسيبوا روحهم ياكلوا في شويه تاع الفخوماج ولا يجوز اكزاكتومون هايو ميم بلا فخوماج وتي فا تبغى تذوقي وتشوفي تخي بيان دروك حنا هنايا ماذا بينا غير شويه الماء دروك نديروه منه فوق هذا هكا نديرو شويه تاع ايوا هنا علاش المشاهد الكريم هنا علاش انا باغي نديرو الماء منا من الفوق هذا الماء يساعد على الدجاجه طيب او ميم طون تطرى ومن بعد كي تقلي لها هذا لو بابي تاعها هكا هذه عفسه ثاني الطريقه تاعي هذه انا اللي نستعملها اي سي بون سي بون سي بون هي وباش نتحصلوا شويه على لاصوص راكو انتبهتوا بلي هنايا ما درنا لا ثوم ما درنا كسمو درنا غير لا مارينات تاعنا بلا كريم فريش لا كريم فريش تكفي بكل شيء تقولوا الدجاج ما دارت فيه ثوم ما دارت فيه بصل ما دارت فيه والو حنايا الثوم غادي نعوضوه في السفيريه تاعنا كي نديروا حبات تاع هو ديجا يطلق لاصوص تاعو يطيب دروك ما بقى لنا غير نروحوا نديروه في الكوش يلا تفضلي راه عندك الفوغ ان شاء الله تري بيان
نروحو نكملو السفيرية. تما تنجمي تقولي بلي هذا الطبق تاع تحميرة الوجه. ايوا شباب، هذا عرضة ولا عرضة وتحميرة الوجه يجي شباب. نروحو حنايا نزيدو واش نعطيلك؟ ندير امبول امبول هكا في هاد لو بول. نروحو نديرو زوج سنينات تاع الثوم، نديرو بصل تاعنا فوالا هكا، نديرو سنينات تاع الثوم باولا زوج. انا نفضل الثوم ينخدم هكذا كي نقطعوه ولا نسكرفجوه يعطي البنه. هذا تاع بكري فوالا يجي بنين فوالا فوالا، ماشي بزاف ما تكثريش. ماذا بها السيده ما تكثرش كاع الثوم تاعها. نديروا لا شابلوغ تاعنا، لا شابلوغ انا دايرين هنايا خمس مغارف، بخاسك خمس مغارف. تري بيان. ولا شابلوغ كيما دائما تمد قرمشه قرمشه فوالا. هذه بطاطا راني قلت لك راني سكرفشتها كيما نقولوا رابيت البطاطا وبخرتها على لا فابيغ فوالا. تقدر مام هاد السيده هذه ما يكونش عندها الوقت تكون عندها عرضه، تحضرها الصبح وشيه تصيبها واجده غير باش تقليها. هنا راه البسباس ثاني رابيتو كيما رابيت البطاطا تاعنا. هاو دا البسباس. ايوا وهنايا راهي عندنا قد 200 غرام تاع اللحم دجاج مفروم. دجاج مفروم هنا 200 غرام تاعنا. هاو دي كملنا بهادو. نعاودوا لي زيبيس اللي درناهم في الدجاج نعاودوا نديرهم لكن بكميه قليله. قليله فوالا على راس الموس ولا المغرف. أو على راس الموس هكا. نديروا الدجاج تاعنا سكت كبير، نديروا الفلفل هكا. دوكا حديري البيض باينه حبيبه تاع البيض، نفقصوا حبيبه تاع البيض. وبالنسبه للرند، الرند علاه ما درتوش في الدجاجه مع الاولى؟ الرند كون دايره في الدجاجه تخسر لي كاع النسمه تاع لا كريم فريش. لا كريم فريش كي تجمد في الفوغ تجمد غايه وصاي وخلاص كيما نقولوا حنا اللي في تحت على اللي كيديرو. باش نعاودو نحلو ونقدبو الرند ونقيسوه في المريقه جوست باش يعطي ديك البنه تاع الدجاج محمر. هنايا عندي خاصني طبيسي صغير باش نفقص فيه ولا غير فيها راه يقري باش نعكر باش نعكر. ايوا تري بيان. نديرو الاولى نزيدو الثانيه. قلت لك شي خطات السيده كل يوم تكتشف في المطبخ تاعها حاجه جديده، لا بغات تكون بروفيسيونيل، مي كيما نقولوا الناس بكري كانوا يقولوا الضرورات تبيح المقدوره، تنسى حاجه تقولي اه نسيتها، لكن والله شي خطرات تصيبيها تقولي مزيه اللي ما درتهاش وخرجت لي الماكله بنينه، اي تولي ديريها بديك لا بريباراسيون اللي تعطرتي فيها. هنايا يعني نبداو نعكرو، نديرو شويه تاع الملح تاعنا. هو ده الملح. وفي الدجاج ثاني نفكر المشاهدين الكرام، الدجاج ماذا بكم ما ديروش كاع الملح. علاش ما نديروش الملح؟ لاخاطش الدجاج هو بروحو القشره تاعو مالحه. كون نديرو الملح ولا كريم فريش مالحه ولي زيبيس هادو سبيسيال كيما هذا، انا على ما درتش في الدجاج باسكو هاد لي بيس هذا كي نخدمه في الدار هذا نبريباري بالملح. وكون ندوقيه ميم تشريه تاع الاسواق تصيبيه باللي مالح. ولينا شي خطرات نطيحو في الخطا تجي الدجاجه مالحه نقولوا منين ما كثرتش الملح، وهما هاد لي زيبيس هما اللي يملحوا الدجاج. الوغ دو بريفيرونس ماذا بها السيده ما ديرش كاع الملح حتى درتي شويه. صاي درت لك الملح درتي انا بانت لي تزيدي باسكو هي كاينه اون كونتيتي هرين. درت ثلاثه هكذا. ثلاثه كي من هادو؟ وي نزيد وحده. ايوا تري بيان هكا دروك خاصنا يداوى والمالح ما يداواش. هذه هي ايوا دروك نديرو الزيت يحما دوك نزيد هنا الزيت فوالا. ما درتلوش كونتيتي كبيره، انا حسبت لي راح تبلي هذاك الدجاج لا 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 اوكي من هكذا كلشي خضر في خضر ومن بعد يطيب يتقلاو. ايوا هنا السيده اللي يكون متوفر عندها، حنا رانا كملنا بهذو الاختين نوخروهم. دروك السيده انا نعطيها هنا كيما نقولوا اختيارين، يا اما هاد الكيفيه ترمضها في الفرينه كيما انا اللي غادي نرمضها اليوم، وبيان تبغي ترمضها في كيما نقولوا حنايا في لا شابلوغ
ولا في الرقائق تاع البطاطا، البطاطا تطحنهم وتقلي بهم. لكن انا كي بغيتها اليوم محمره الفرينه كي نقلو بها ونرموها في المرقه تاع الدجاج تختر المرقه تجي مجمره مجمره وتدير القرمشه هذيك هي ودير القرمشه تاعها. نخمل لك هنا هادو ونجيب لك اون بول باش نديروا لا فارين ونبداو نقليو السفيريه تاعك. نقليو السفيريه تاعنا ودير ريحه تاعها راهي يتفحفح. فوالا بيان فوالا نسنى لك الزيت راهي سخونه سي بون هذيك هي هاي مليحه هاي مليحه تري بيان. هي كيما قلت لكم السيدات بلي نطيقوا بالفرينه نطيقوا بلا شابلور ولا ثاني بالرقائق تاع البطاطس. ايوا سوريا قلتي لي ساعه اكيد مي راكي تمدي لهم في بلوزيور ايتاب يعني يقدروا يديروها كي يقدروا يديروها. انا متعمده سيد وراكي توري لهم فوالا تعمد فوالا ساعه كنا نهضروا قلتي لي الدجاجه تقدر اوسي نحكمها بالخيط لو فيل كويسون ونقبطوها كيما نقولوا ولا حنا غير بالالومنيوم. حنا علاش درناها متعمده هكا باش الالومنيوم هو لم الدجاجه سمي ما عندوش الالومنيوم يقدر يربط الدجاجه تعطيك ثاني اون فورم شابه. هذه هي اون فورم شابه. زيديني فرينه. زيد لك فرينه. زيديني فرينه. كاين الخير بلاك تقولي مش لا الحمد لله لا درت لها غير شويه تاع الفرينه. فوالا كنديروهم تبغوا ديروهم كويرات هكا حنا كيما نقولوها كي نقولوا حنا سفيريه. كاين سفيريه في الجزائر سفيريه اللوز سفيريه الخبز سفيريه الشابلور وهاد السفيريه تاع البسباس. الوغ في هاد السفيريه تاع البسباس تيجي ديريها صبيعات تيجي ديريها كويرات هكا. انا هادي راني باين ديها كويرات لاخاطش راه عندي اون ديكوراسيون نوريها لكم في اخر يلا نديروها سوا. انا رمتو هكا فوالا ايوه هادي ردي لي ريم او دير ردي لي المقله باش نقلو نحيتها باسكو كانت بدات تسخن. نقلو هاد الحبيبات نورمالمون هكذا سي بون فوالا. ايوا تري بيان هاي مليحه الزيت هاي علام تري بيان هاي حاميه كيما يبغي القلب تري بيان. سوريا نخليك تقلي انت السفيريه تاعك بعقلك داكور ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نخرجوا فاصل ونعاودوا نرجعوا. سوريا اليوم وجدت لنا خبز الدار دونك نقول لكم بعد الفاصل. الكرام عاودنا رجعنا بعد الفاصل. كما قلت لكم سوريا جابت لنا اليوم الخبز تاع الدار بصح كاينه حاجه ما قلتها لكمش. هذاك الخبز راح يكون فخسي بالفرماج دونك الاطفال راكم رايحين تشوفوا وصفه تهبل كما تحبوها. أكيد. يلا سوريا نبداو نديروا الخبز تاعنا. بالنسبه للخبز تاعنا نحتاجوا الفرينه تاعنا فوالا جيبي لا فارين تخدمي فيها مبال ولا فشحه تخدمي انا نعبر بليبول. انا دائما نسهل على المشاهد نقول كاين سيدات اللي ما عندهمش ميزان ما يكونش عندهم الميزان ولا ما يتعجبوش ونعجزوا ديفوا يكون كاين ما على بالناش ونحطينا يعطيك الصحه نعجزوا الحاجه نديروا نخدموا في البيتخان تاعنا اللي ما عندهاش بيتخا تخدم بيدها ياك سوريا. ايوا بيان سيغ توجور نحب نمد اون دوزيام سوليسيون اللي ما عندوش يعني البيتخا ماشي مشروط. عفوا بسم الله نديرو العبر الاول نديرو 3 ميزيغ كيما نقول 3 ميزيغ لا نديرو بالمغرفة خير هكا لا دوزيام ميزيغ ولا ثوازيام. هو الخبز دائما يكون ساهل الحليب هنا كي مدفياتو راني مدفياتو الحليب راه دافي الحليب لازم يكون دافي ماشي سخونه لا لا دافي دافي واذا كان سخون حنا انا باغي ندير لكم حاجه واحده اخرى معاه باش تشوفوا بلي هذا الخبز هو خبز الدار لكن فيه لمسات عصريه. نديروا الخميره الكيميائيه هذا خبز مودرن فوالا نديروا الخميره الكيميائيه تاعنا زوج زوج مغارف زوج مغارف. نديروا السكر مع الخميره دائما هكا لكن نوخروا هكا دوك الخميره تاعنا ونديروا الملح. نروحوا نجيبوا الملح تاعنا ما تلاقوش الخميره مع الملح باش تطلع لكم باش باش تخمر فوالا. ايوا ها الملح ها هو طلع منه خير فوالا. احنا نبداو نخلطوا ديجا هذا نخلطوا ونديروا الزيت نزيدوا زوج مغارف تاع الزيت معاه. اعطيني القرعه هذيك البيضة اعطيني نعبر لك انا قد دوك كويخ ديري 3 كويخ ديري عينيه من ثاني ما تخافيش راني موالفه هي بالنيه واحده زوج اي 3 فوالا
فوالا. وانتم استعملوا ثلاثة تاع المغارف. شتيك تكوني ملفة تاع الجنيه تعبري على حسب تكون عينك هي ميزانك. حنايا بالنسبة لهذا الكيفية دوك حنا نخلطوا النواشف. دوك نبداو دابوغ بالنواشف ومن بعد واش حتوجدي لهم؟ فوالا نوجد لهم. حنايا اليوم هذا الخبز تاعنا رانا باغيين نديروا الحليب مع لا كريم فريش، غادي ما نعكروهش كاع بالماء، نعكروه بالحليب ولا كريم فريش تاعنا ونفرصوه بلي فرماج تاعنا. بالنسبه لهادو حنايا اش نديروا؟ دروك الحليب تاعنا هذا راه حامي راه مليح. اون ميزور فوالا اون ديمي ميزور ونكملوها بلا كريم فريش. نكملوها بلا كريم فريش تاعنا. تري بيان فوالا فوالا. هيا دي لو بيترين تاعنا ونحطها في طاوله العمل. دونك النواشف سي بون تخلطوا. ايوا نبداو نكبوا دروك في والبيترا مشعول. واه والبيترا. ايا روحي سوريا خليك ديري خدمتك. فوالا ساهل هذا الخبز. ساهل ومام هاد العبار هادو يعطوا كميه. كميه كبيره. كميه مليحه معتبره. ايا تخي بيان. تحقي لافارين؟ زيدو لافارين واه باش نخلوها على جنب. إذا احتاجينا للحليب نزيدو الحليب كيما هادي دروك رانا محتاجين بشوية. كاين فارينة اللي تشرب كاين ما تشربش وكاين فارينة اللي ما تشربش كيما هادي رانا محتاجين دروك شوية نزيدو لها. كيما راكي تشوفي عليك أختي خلاص هنا راهي تلمت. فوالا تلمت دوكا تكمليها باليد باينه. نخلوها ترتاح. ما تعجنيهاش ما تريح. شوف خلوها ترتاح دروك نغطوها بالبابي فيل. ايوا نخلوها ترتاح في العجنه الزاوجه. انا باش ما نخليش المشاهد يتشوق للكيفيه راني محضره وحده واجده. وحده واجده راني محضرت لهم وحده واجده. ما لا جيبينا فيلمي هذه فيلميها هذه. فوالا ايوا وانا نروح باش نخدموا الخبيزات تاوعنا. شوفوا تبارك الله طلعت وخمرت. خمرت مليح وجات روعه. فوالا هذه نحطوها في مضرب يعني ما يكونش حامي بزاف وما يكونش بارد. ايوا نديروا لها هكا. سورياني خبيتها لك هنا لاباط خليها تخرج ومن بعد نخدموها ياك. دروك نديرو الفرينه في طبسي. ندير لك دروك نجيب لك الاسيات. نديرو هكا. شوف ما شاء الله. هابتي نجبدو الفرماج تاعنا. نديرو هاد السبيسيا تاع التاكوس. داكو. باش كي يطيب الخبزه يطيب الفرماج تقول كريمه. كيوست فوالا تجي طريه باينه تجي والخبز شما جريتوه شما النتيجه تكون روعه. سني نحي لك هذا مشاهدينا باش يقدروا يشوفوا مليح. شوفوا كي راني ندير راني نديغازي فيها راني نقلع لها في الهواء تاعها باش تعاود من داره وجديد تخمر. كي تخمر تخمر روعه هايله. دروك حنا نجبدوا فوالا خلاص تاخذ الراي. هايو. ها نعاودو نجيبوها هاك نعاودو نديروها هاكا. فوالا دروك هنا نقسم. ايوا نبداو باش نديرو الخبيزات تاعنا. في الخبيزات تاعنا نقطعو هاكا حوالي وجدة ان بلاطو نجبدهولك هاكا ونوجد لك البيض باش ندهنوا الخبز. ايوا ونديروها ونزينوها بالبذور الشيه تاعنا كيف التزيين تاعنا مع التالي نديروا البذور الشيه. فوالا كيفيه بسيطه سهله
وتفرح افراد العائله تاعك. قادرين ديروها وديروا معها ايسو دو ليغيم، ديروا معها شويه تاع كيما نقولوا حنا الحريره شريبه فوالا، ديري حاجه خفيفه. سوريا قولي لي تدهني بلوف اونتي ولا جوست لو جون؟ لو جون دوف، ونديروا معاه قطره ما ولا قطره حليب؟ ايوا قطيره تاع حليب ولا قطيره في كريم فريش. كي راه عندنا الكريم فريش نديروا كل شيء فوالا. فوالا ها الخبيزات تاعنا. معليش ندهنهم لك؟ وي كي نكملوهم ندهنيهم ونديرهم في الكوشه يطيبوا. نديروا لهم التزيين تاعهم. هذه هي الكيفيه، كيفيه سهله، وحنا دائما المشاهد تاعنا نختاروا له الكيفيات اللي تكون في متناول الجميع. باغ فوا يكونوا عندنا لي زانغريدون ما نعرفوش شنو نديروا بهم. تبحرنا شنو نديروا بهم. سختو شهر رمضان كي شتي كون نطيبوا كل يوم. صح. دونك كل يوم تقولي شنو ندير غدوه. لاباط تكوني بروفيسيونيل وتتوضر لك. تتوضر لك. تشطيبي اليوم الغدوه. ايوا معليش دروك راهم كاينين مواقع التواصل الاجتماعي، راهم كاينين القنوات. راهم كاينين دروك المراه ماهيش تودر لها في فطورها ولا في عشاتها. تحل لها تروح يا تحل التليفون يا تحل لاطيلي. هذه هي. تخيل. وحنا ماذا بينا درنا خبيزات نديروهم كبار. علاش نديروهم كبار؟ باش الواحد كيدي حبه ما يزيدش زوجها. فوالا. هذه هي. حسبت لكم صوريه صاي حبه وبالك وتزيدوا قالت لكم. باسكو كي طيب طيب حبيبه كبيره ماشي صغيره. تفصل دوك يشوفوها كي طيب حنا نوريها لهم. وما يديش الوقت من 20 دقيقه. يكون هذا الخبز خامر و تزيدي تخليه يخمر شويه في البلا. فوالا وي وي نخليه اوموا يخمر 10 مينوت 10 مينوت لاخاطش دروك مادام الخميره. شوفي اختي لي مادام الخميره العجينه تخمر مادام تزيد تخمر. تخي بيان دونك تخلوه يخمر 10 دقائق الى 15 دقيقة يطلع بيان. ومن بعد الفوغ لازم يكون 180 درجة، ديجا سخون 180 درجة. فوالا جامي تدخلوا الخبز في فور يكون بارد. لا جامي. دائما نسخنوه 180 ومن بعد كي تدخلوا الخبز تاعكم يطلعوها 200 دوغري 200 درجة. وشحال قلتي 25 20 20 حتى 25 دقيقة. كل وحدة والفور تاعها يعني فوالا وهي يبان كي يطيب يبان. سيرتو إذا كان لو فوغ فونتيلي عندها 15 دقيقة. ماكسي إيه باسكو يطلعوا سي إن شالور تورنونت. ندهن سوريا؟ نبدا؟ يلا بسم الله. وأنا نزيد وحدة لو طون اللي يلا. أنت راكي تدهني. دونك ندهنوا ودرتي لي زوقتيهم بالشيه. ايوا بالبذور الشيه. ملاح صحيح. ولا ثاني انا نقول لك الاخت ريم ديرهم بذور الشيه، ديري فلا حمراء، قادره ديري لي زيبيس كرويه. وي كمون. واش تحبي بيان سور. ديري شوفي اللي تحبيها تعطيهم ذوق بها. زريعه البسباس، السانوج، زريعه الكتان، زريعه الكتان فوالا. سانوج الابيض، سانوج بيتو سانوج الكحل. ليسونسيال هذا لو بان هذا. إيه ديريه كيما تبغي. والداخل تجي فيه ديك الفخوماج فونجو هذاك يعطيه يعطيه نكهه شابه. فوالا دونك نزين معاك انايا هكذا نديروه يخمر ونخلوه يريح بيان. ديجا شوفي لو كان تشوفي الفوليم على دوبلي لو فوليم. بيان سور ديجا لو طون اللي رانا نكملوا في التاليه الاولى بدات تخمر. فوالا خلاص يلا نكملوا بالعقل سوريه ونعاودوا نتلاقاو من بعد ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كما شفتوا الوصفه راهي سهله، نعاودوا نتلاقاو مر الفاصل. مشاهدينا الكرام كما شفتوا رجعنا بعد الفاصل، ما طولناش عليكم ما شديناكمش بزاف ورجعنا افيك لو دريساج اللي دارته لنا اليوم سوريا. ديك الجاجة جات تهبل. محمره الله الله مصفيريات على كانت عندنا قدمناها اون اوتر ايدي بالبسباس. فكره جديده فكره جديده والدراري برخف ياكلوها وتجيب لينا. والخبز راه يبان الله الله طري والداخل فوغي وفروماج. ما تنساوش يعني الداخل راه كاين لو فروماج فوغي. دونك سوريا نشكرك على هذه الوصفات واللمسه الجديده اللي جبتيها لنا بالسفيريه البسباس. بيان سيغ ميم الخبز شتي كي درنا بلا كريم فريش جا شباب جا شباب جا طري. ونشكرك ثاني على الحضور تاعك معنا في القناه ونقول لك ان شاء الله نشوفوك في حصه اخرى ان شاء الله باذن الله. شكرا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام كما شفتوا وصفات سوريه ان شاء الله تكون عجبتكم وتعاودوها في البيت تاعكم. انا نقول لكم نتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله.
إلى جميع عشاق الكسكس، إكسترا تضمن لكم نجاح وصفات الكسكس عالية الجودة، شهية ولذيذة، صحية وسخية، مع مجموعة كسكس إكسترا المختلفة: كسكس متوسط، كسكس رقيق، كسكس القمح الكامل وكسكس الشعير. فاجئي نفسك مع كل وصفة. إكسترا بنان، هذا مكان.